Hello everyone, welcome to English Flash. My name is Akram Darwish. شهر مبارك كل عام وانتم بخير. أعزائي المشاهدين في المستويات المبتدئة. هذه رسالة لكم. لما أنا أجيب فيديو مثلا في الفيديو الأول الأحرف الهجائية حلو أنك تتعلم إنجليزي كامل. أوكي؟ لأنه يفضل لك أنه أنت تفرح لما تفهم حاجة سهلة. أيام السبعة الأيام 7 days لما قلت لك Sunday, Monday, Tuesday. فافتهم لك فهذا شيء حلو بيساعدك. اما لو شرحت انا شرح شيء فبستعين بصور بستعين بحاجات كثيره وبستعين بلغه عربيه ممكن بستعين بها في حال نشرح لكم جرامر او حاجه صعبه اوكي ولكن في اشياء سهله تفهمها سريع فالافضل انك تدرس اللغه الانجليزيه انجليزيه ليش؟ لانه لما تشوف انت انجليزي وانت مبتدئ انجليزي وتفهم من الحدث الذي حصل او من طريقه الشرح الذي شرحته وتفهم هذا شيء حلو عندك، ليش؟ لانه انت تفرح تقول اوه والله فهمت وانا مش فاهم اي حاجه في اللغه الانجليزيه بس فهمت هذه النقطه، حلو هذا شيء حلو بالنسبه لك، بس لو شرحت حاجه صعبه اكيد انا بشرحها لك بالعربي، مش بشرحها كامل بالعربي بجيب لك شويه عربي عشان تفهم، اوكي. ناو فيك بعض الكلمات ضروري يجب على الطالب المبتدئ انه يحفظها او المشاهد المبتدئ انه يحفظها. لانه غالبا بستخدمها في كل فيديوهاتي للمستويات المبتدئه. اوكي، ليتس ستارت. ليتس ستارت يعني نبدا. اوكي؟ فيري جود. اولرايت، لوك انظر او انا اقول لك مثلا انظر الى هذا، لوك هير، اوكي؟ لوك ذير. طيب، ليسن، ريمبر جايز ذا تي از سايلنت. ليسن. سي ليسن. انت الان بيفتهم لك ان انا قلت لك ايش؟ اسمع. خلاص ما مش ضروري ان انا اقول لك اسمع لان اقول لك listen خلاص مفهومه. طيب focus 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 يعني ركز. اوكي use use يعني استخدم او نستخدم. مثلا لما اجي اشرح اجي اقول لكم we use نحن نستخدم. اوكي good. grammar القواعد النحويه بشكل عام في اللغه الانجليزيه. اوكي singular يعني مفرد. plural جمع. اوكي ناون ناون يعني اسم ليس اسم الشخص وانما اسم الشيء يعني باب دور تيبل. اوكي ماذا يو اندرستاند. اوكي جلاسز نظارات. اوكي ذس از وي كول ات ناون. اوكي اسمها اسم. اورايت فيرب فعل ادجكتيف. اوكي ادفيرب. اوكي ادجكتيف عفوا adjective صفة لما تقول he is tall هو طويل. okay tall tall يعني adjective. okay صفة. alright adverb حال. okay يمشي ببطء هذا الحال adverb. okay تقول he walks slowly slowly هنا adverb. okay good preposition preposition يعني أحرف الجر. okay in on at under. okay بندرسها. okay person شخص people people ناس. okay very good. now let's go to the next. start يبدأ أو ابدأ. finish ينهي أو أنهى. eat eat شوف هنا ما يحتاج إن أنا أشرح لك خلاص افتهم لك من يعني خذ أكل وأكل. okay eat present present الحاضر اوكي او المضارع alright past الماضي time الوقت. هذه بعض الكلمات you have to memorize them and practice them. يجب عليك ان تحفظ الكلمات وان تمارسها وتطبقها في خلال يومك. شكرا جزيلا اعزائي المشاهدين المبتدئين. ارجو الاشتراك والتعليق وضغط زر الجرس